السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إلهام بوزعون. بفيديو اليوم بدي أتحدث عن نوع من أهم أنواع زيوت المواد الغذائية بألمانيا. يعتبر زيت الزيتون من أهم أنواع الزيوت، ويحتوي على كميات كبيرة من الدهون الأحادية غير المشبعة، وبالتالي صحة أفضل للقلب. ولكن بألمانيا إذا بتلاحظوا ينتشر بكثرة زيت بذور اللفت غابس أول بمعظم متاجر المواد الغذائية، وكثيرون لا يعرفون أنه لا يقل أهمية وفائدة عن زيت الزيتون على صحة القلب والأوعية الدموية، بل حتى يتفوق عليه. فهو يحتوي مثلا على نسب دهون مشبعة أقل بكثير من زيت الزيتون وزيت بذور الشمس أو زيت عباد الشمس. وكما هو معلوم، فإن الإفراط بتناول الدهون المشبعة قد يسبب أمراض القلب وتصلب الشرايين. كما يحتوي زيت بذور اللفت على أحماض دهنية من نوع أوميغا 3 و6 و9 المفيدة جدا للجسم، وموجودة بنسب أعلى من أي زيت نباتي آخر. خلاصة الفيديو ونصيحتي لكم باستخدام زيت الغابس أول، فهو مفيد جدا وصحي أكثر من زيت عباد الشمس وحتى أكثر من زيت الزيتون. وبالنسبة للقلي فيفضل استخدام زيت عباد الشمس، فهو يتحمل التسخين درجات حرارة أعلى. هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، كان معكم إلهام بوزان، تبقوا دائما بخير وصحة وسلامة، تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم.